رايحين اليوم على بوسان. الفلوق هذا راح افرجيكم كيف راح نطلع بالقطار كامل الرحله من سول لبوسان. تذكروا جيب فالنتير اللي حكيتكم عنه الاسبوع الماضي؟ رايحين عليه. هذا القطار راح يودينا هسه على سول ستيشن، ومنها رايحين على بوسان الساعة 10:15. القطار اللي أنا حاجزه أونلاين على الساعة 11. طلعنا قطاري الساعة 5، الساعة 11:05. في نوعين من القطار، في كي تي اكس هذا السريع، وفي الثاني اللي بيجي تحته تحت الكي تي اكس هذا الأرخص، بقعد 5 ساعات. اوكي. وهي بدها تساعدني بشكل مش طبيعي يا زلمه. هي محسنها. This one? And you here also? No. Thank you. Come. Alright, come Samida. See you later. ليش اهتز القطار لما حطيت الشنطة تبعتي؟ سهلة فيكم. طبعا كان في قطارين، في قطار البطيء والقطار السريع. القطار السريع تكلفته حوالي 50,000 ون، القطار البطيء تكلفته 28 ون، يعني الضعف. اذا بتطلع بالقطار السريع تقريبا ضعف. وصلنا بوسان على المحطة الرئيسية، وتقريبا اليوم خلص. عارفكم بصور نطلع من المترو هسه ونتجه على المكان اللي كنا فيه قبل هاي المرة، تتذكروا؟ خلينا نشوف راح يوفروا لي سكن الليلة ولا لا، لأنه بكرة راح بلش دوام معهم. بشحن تلفوني عندهم عشان بدي أعرف وين الطريق. تلفون طافي. عذبت الطريق معي ساعة بلعب. Now these are the Korean people who live in our house. You're going to be in this room. All right. We made it, man. You know, as you can see, this will be your sister. How's it going, mate? Hi. How are you doing? Brian. Nice to meet you. Joe. Yeah. Cool. Nice to meet you guys. Nice camera. Thank you. And you? What's your name? My name is Indy. Indy? Yeah, nice to meet you. Why? Just smiling because you're being like, my name is Indy. Like, I've been here for maybe 3.5 weeks and I leave on Thursday. This Thursday? Yeah. Oh. Yeah. Well, it's pretty cool here. You'll have How fun. Did you? You enjoyed? Yeah, it's really good. There's so much to do and Busan, so many activities. Nice. Now, there's not much in the way of storage here, but you can put your clothes on here. You can put some of your clothes here. Or you can use the shelf, use the space as you see fit. You can also put stuff in here. طبعا زي ما شفتوا راح خليكم تتعمقوا اكثر بالثقافه الكوريه. شفتوا المكان اللي راح اسكن فيه هسه؟ راح اجيب قهوه وارجع.
هذا المكان راح اقعد اسكن فيه تقريبا من اسبوع الى اسبوعين، ممكن اكثر وممكن اقل حسب راحتي. الطلاب الكوريين قاعدين هناك عشان يمارسوا اللغة الإنجليزية، والباقي اللي شفتوهم هذول الأجانب هذول كمان فالنتيرز، تقدر تتبرع انك تشتغل هون، فوفروا لك غدا وعشاء وسكن. نتفرج على الفيديو. يوز ري واتشينج ذا فيديو. ان شاء الله تكون الاضاءه كويسه. تقريبا انا في حاله استقرار هسه، بما انه ما راح اتنقل من هوستل لهوستل او من مكان لمكان، راح تشوفوا فلوجات مختلفه شوي، راح تكون اكثر عن الثقافه الكوريه، راح تكون اكثر نشاطات وكيف حياتنا اليوميه هون، اكثر منه انه الانتقال وافرجيكم المناطق السياحيه. زي في كثير ناس بيعتبروني مرشد سياحي وبيحكوا لي احكي اكثر عن المنطقه اللي انت بتروح عليها، وانا بقدم لكم المحتوى اللي بقدم لكم اياه ترفيه، وبنفس الوقت بفرجيكم المناطق السياحيه في كل بلد بروح عليها. اذا تتعمق اي ثقافه بالعالم لازم تتبرع بوقتك وتضحي انك تيجي هون شهر شهرين تتعرف اكثر على الثقافه. الفلوقات اللي جايه يا اخوان راح اكون فاضي لكم، يعني انا راح اضلني احكي معكم اي شيء بدكم اياه، عندكم اي اسئله، عندكم اي شيء محتوى حابين اقدمه، اولموست زيرو راح اصرف، لانه السكن موفر، الغداء والعشاء موفر، فيش غير انه راح اصرف على القهوه، وتقريبا ما راح اطلع الا مع الشباب، ما راح اطلع الا معهم. هسا انا استقريت، يعني زي في كثير ناس تسالني انت كيف بترتب امورك، كيف ترتب رحلاتك، هسا انا زي مستقر وراح افرجيكم كل اشي. شكرا على كل المشوار والناس اللي قاعد تدعمني، الكومنتات اللي قاعد بستلمها منكم بتخلي ما في يوم الا بدي انزل فلوج، ما في يوم الا بدي انزل فلوج، كل يوم بصحى الصبح بفكر شو بدي اقدم محتوى لكم او شو المواضيع اللي بدي احكي عنها. بلش من هسه ضحك، راح اقدم لكم فيديوهات كيف نظمت رحلاتي، كيف سافرت، كيف رحت، كيف جيت، كله قريبا ان شاء الله بكره اول يوم راح يكون لي دوام. لازم ابقى بدي حلو في الموضوع هذا انه في اي يوم انا ما عجبني الوضع بقدر اتركهم، ما في لا عقد بيني وبينهم. هذا تختي راح يكون، هذا التخت بقول لي استخدمه حط فيه الاغراض تبعونك. شير روم طبعا 666 تخوت، بس المستخدم منها فقط تبعي، وهون في تخت مستخدم، هذا تخت مستخدم. هذا موقع تستخدمه اذا بدك تتعرف على اي ثقافه وبدك تتعلم لغه، يعني في اكثر وهم اللي قاعدين جايين يتعلموا لغه، فكل يوم بيتحدثوا اللغه مع الناس اللي هون، اللي جاي يتعلم اللغه الكوريه، اللي جاي يتعلم اللغه الانجليزيه. تخيل كيف بضحي بيبعد عن اهله، بيبعد عن الناس، وبيبعد عن منطقه راحته، وبيجي هون عشان يتعلم هاللغه. Did I miss something? Yes. Oh, you. Oh, a lot of words. نلعب الألعاب المسائية. مسائية الألعاب. Is that the game? It's a Korean game. Yeah, yeah, yeah. I played it before. I played it with roulette. Okay. Ask that D&D. You. Choice. And then everybody, Ah, Sang Hong Sang. Ah, Sang Hong Sang. Everybody, Hong Sang. What does that mean? Wait, it's different. It's not the same game. It sounds the same, but we do have something different. Okay, let's start and we will learn. Yeah. Yeah. It's like this, so right? And who
doesn't like a change every now and again, you know? I agree. We all need to change. Yeah. And I'm so glad you opened me up to changing, because I feel like, you know, I've been basic for a while.